يو حبايبنا، نزل من شوي حدث اسطوري كلش يا حلوين، حدث البربر شباب، فيه اكثر من بربر يا حبيبي. عجبت فجأت من هذا الحدث شباب. انا الان حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين اعزائنا الكرام، رح اذهب احد المتابعين شباب اليوم، رح نحلق لاحد المتابعين حدث البربر شباب. مثل ما انتم شايفين شباب شحنت له تقريبا 4200 جوهره. اوكي يا اساطير ثواني روح جيب شحن تراكم، نسيته يعني هيك مشان بنوصل تقريبا لل 5000 جوهره يا اساطير، تقريبا 5000 جوهره حبايبكم. اوكي يا اساطير شباب قبل ما نبدا المقطع شباب لا تنسوا حبايبنا شوي تعبان شباب، لا تخزوني، لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، واللايكاتكم شباب بنحب نوصل هذا الفيديو 15 لايك. اوكي يا اساطير تمام شباب الدخول الحدث، طبعا في كثير منكم يمكن ما يطلع له الحدث. اوكي الحدث شباب يعني كلش اسطوري. اوكي يا اساطير اوكي شباب مثل ما انتم شايفين شباب عن الحدث البربر تبع الشتاء، مو الحدث السكين البربر هذا، وسكين الرابر، وسكين الاسطوري شباب الجائزه الكبرى. اوكي حبايبنا يلا ما بدي ميوزك برو. اوكي شباب نضرب اول لفه مميزه شباب ونشوف حظنا هل هو اسطوري ام لا. ليتس جو. لا اوكي نفضل نضرب لفات مميزه. يلا يا زلمه شو هالحظ؟ اوبا جبنا له اول عدد الاول شباب، هيك حصلنا على الاول. اوكي لوز اللوز لفه لفه مميزه، يمكن نحصل على الجوائز الكبرى. اوكي شباب لما نضرب لفات شباب نحاول نجيب له ابو البرابر كله شباب، نحاول نجيب له ابو البرابر. اوكي عندنا هون لفه اربع لفات خمس لفات. اوبا رب العالم السفلي لوز. قولي 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 شباب باقي سلاحين شباب، باقي 2500 جوهره شباب، وباقي نحاول نجيب له كمان واحد من هالبرابر شباب. اوكي يلا ليتس جو حقيبه، بدنا واحد نجيب له، نحاول نجيب له شباب واحد من هالبرابر. ليتس جو قولي. اوبا اللوز اللوز شباب، هيك جبنا له كمان عرض الشتاء. بس شباب عن جد هذا الحدث شباب الصراحه شباب يعني ما بعرف 200 جوهره يعني لازم خمس دفعات عشان ممكن يطلع لكم مش ما يطلع لكم شباب. عن جد حاولوا تجيب له هذا كمان الاخير، نقدر نجيب له ولا لا؟ هو حظه نجيب له ابو هذا الاخير كمان شباب. قول لي طبعا شباب احد المتابعين اللي دائما بيتفاعلوا معي على البث مباشر، قول لي شباب يعني شباب يعني جواهر بالضبط شباب، يعني الجواهر مثل ما انتم شايفين يعني او ماي جاد لوز. اوكي شباب هيك طبعا ما شفت الجواز موجوده هون. اوكي شباب الصراحه بدنا نجرب هالسلاح، حاول نجرب دول الفي اس اس هذا وهذا شباب، خلينا ندخل نشوف اوضاعهم. ليتس جو هي بكون جباب شبنا الاسلحه، ندخل على الاسلحه مجموعه جربت دول. ليتس جو سلسله الرشاش الخفي، نشوف الفي اس اس هذا شباب شو وضعه، فيه ضرر ومدى مش توب توب. نشوف ال 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 الاوك الاوك شباب الاوك الاوك شباب الاوك الاوك هذا نشوف وضعه. اوكي هذا شباب معدل اطلاق النار، بحب اجرب هذا السلاح شباب. اوكي سرعه التحميل ومخزن طبعا شباب، راح نحط البربر راح الصراحه شباب ما اعرف شباب حابب شو نجرب خلونا نجرب شباب هذا كمان، خلينا نجرب هذا شباب، هذا شباب يعني كثير اسطوري، خلينا ندخل شباب التدريب. حابب اجرب الاوك شباب حبايبنا الكرام والبرا طبعا شباب الحلوين اللي عم يتابعنا الان، لا تنسوا تشاهدوا المقطع اللي نزلت لكم اياه بنص الصبح. اوكي نزلت لكم مقطع اسطوري شباب ل ل ل لشخصيه زينه الجديده شباب، بسرعه لحقوا حالكم وروحوا شوفوا المقطع يا اساطير، لانه عن جد شخصيه اسطوريه شباب راح تكون شيء مرتب لوز اللوز. اوكي شباب خلينا نشوف الاوك، اهم شيء شباب حابب اجرب الاوك نشوف شو وضعه شباب، لانه هذا السلاح الاوك يعني من الاسلحه العنقريب راح تكون كثير اسطوريه شباب. اوكي وين الاوك؟ وين الاوك يا زلمه؟ الاوك هذا هو، خلينا الاوك شو نحط له؟ نحط له شغلاته، نحط له ال وين العيبه هي؟ لا يا اخي ثواني وات از ذيس؟ طول بالك هذا اوكي نحط له المثبت العادي ما اعرف شو بيركب له، نحط له السكوب اربعه ما اعرف شو بيركب له، هاي يركب هاي بونيا والبوش، نحط له بوش تروا بوش تروا بوش تروا فخيخ بوش تروا فخيخ، نحط له البونيا كمان شو بسموه بالعربي هون؟ مخزون لازم يكون. اوكي شباب خلينا نشوف الاوك شباب شو وضعه بالاوك، طبعا بيجيب 170 فيه معدل السرعة. قول لي
والله حلو هذا الاوك شباب، عن جد اسطوري. شباب الصراحه ما بعرف لازم ما بعرف، هذا مرات مقلد هذا شباب. خلينا ندخل على الساحه ونجربه بالساحه شباب. يلا روح. طبعا شباب انتم شايفين شباب حاطط الشتة وما الشتة وكل شيء لوز. خلينا نشوف هذا الاوك شباب ب 15 مع انه اللاعب عنده. ابلع حبيبي ابلع ابلع. طبعا ماني شايفه انه فيه. لا والله مش حال، يمكن لانه اللاعب كان ماشي. والله شيء اسطوري هذا. اوبا والله الاوك اسطوري هذا يا شباب. والله شيء لوز. اوبا وب معلم. يا شباب بيعملوا هدول فوق دخيل الله، شباب بيعملوا فوق هدول دخيل الله. لك شو عم بيعملوا فوق؟ شو بدهم كمبرين فوق؟ يا الله شو مكمبرين؟ خربت. هاي برو، هاي معلم. والله هي جتات ناري ناري ناري، هي جتات ناري شباب ناري عاو التاني، هي جتات ناري والله. شو اسطوري والله. هذا بدي افهم كيف يطلعوا لفوق دخيل الله، هذول شباب كيف بدي افهم كيف يطلعوا لفوق. وين راح هذا؟ هاي طلع من هون هذول، يخرب عقلك. ايه تمانو. الصراحة شباب هذا الاوك عن جد يعني. طبعا انا حط ما حطيت له ساينس، حاب احط له حاب اجرب، بدي احط له السايلنس شباب. اوكي نحط له سايلنس لهذا الاوك، شوف شو وضعه. هل يا ترى بجيب هيتشوتات بالسايلنس كمان ولا كيف؟ انا شو عجبت صراحه هذا السلاح اسطوري شباب، السلاح عجبني. حسيت نور فيني. اوه حجي وينو هذا؟ خلي يخرب بيت سنتو شباب. شو والله هذول اللي توخوني. تعال شوف نشوف السايلنس شباب. لوز لوز والله اسطوري هذا يا شباب عن جد. شباب متفاجئ من البربر، متفاجئ من هذا، مو البربر شباب. انا عم ارسلت البربر شباب بس الصراحه اسطوري. اوبا ووب يا اخي. كريستيانو هون كمان، كريستيانو هون كمان. يلا يلا يا شباب يلا يكفي 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 يكفي. طبعا شباب بدي احاول ارجع اشوف ال 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 الاوغ هذا شباب. الاوغ هو شباب هذا يعني اللي نعرف يعني قول لفت 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 نظري يعني، فهمت علي؟ فيه معدل سرعة الطلق، فيه سرعة وفيه إعادة تحميل. هي عادي عادي ما في مشكلة، بنحط له ما في مشكلة هي. وفيه مخزن كثير يعني، فيه سرعة وفيه مخزن. شباب بدي أدخل على بسرعة على المتجر بشكل سريع. أوكي خلينا ندخل على المتجر شباب. حابب أشوف صناديق الأسلحة شباب. شوف صناديق الأسلحة اللي فيه الأوغ. واحد من هون يا شباب. هل يا ترى فيه شيء أوغ من هون؟ يا ساتير يا ساتير يا ساتير يا ساتير يا ساتير يا ساتير. لا يوجد اوغ، لا يوجد اوغ. خلينا نشوف هون، المرات هيك بيكونوا جوا اللعيبه ب 40. عم اعمل شيء مقارنه يا شباب بين هذا وهذا، الفرق نشوف الفرق. بس هون بظاهر ما في ولا اوغ هون. ما في ولا اوغ شباب، ما في. شيت حبيت اشوف اذا في شيء اوغ الثاني شباب. كان في اوغ البويا. دقيقه ما في هون. ما في، كله سنايبرات ما سنايبرات. هون شو حاطط؟ هيك. سووني شوي. هل يا ترى بيطلع لنا الاوغ من هون؟ اوغ الاوغ 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 ما موجود الاوغ للاسف الشديد. الدراري الحلوين فما والو.
اوكي شباب اعطونا لكم بدل السلاح الاوكشاب والبرابره. طبعا شباب ما راح اجرب البرابر الاخرين شباب معروفين مجربون كثير شباب بالفيديوهات عندي بالقناه. عايز اقول لكم بيكون تمام مقطع اليوم شباب، ان شاء الله عجبكم مقطع يا اساطير. راح يكون في مقطع كمان عندي جديد شباب. اوكي حلوين لا تنسوا تشاهدوا المقطع اللي نزلته بشخصيه زينه شباب، عن جد شيء اسطوري شباب. اوكي يا اساطير بنصحكم تروحوا تشاهدوه وبشوفكم على خير. سلامات.